مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من مؤشر النيل، هذا البرنامج اللي بنستعرض فيه بالارقام وتحليل اداء مؤشرات البورصه المصريه. مؤشرات البورصه المصريه تباين ادائها لدى اغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصه اي جي اكس 30 بنسبه 1.73% ليبلغ مستوى 6085 نقطه، كما صعد مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه بنسبه 2.53% وسجل 6095.87 نقطه، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنحو 9% ليبلغ مستوى 349.2 نقطة، وهبط مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 55% من قيمته ليبلغ مستوى 703.71 نقطة. بالنسبة إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، كان قطاع العقارات الأنشط تصدر القائمة بنسبة 32.22%، تلا قطاع البنوك بنسبة 20.11%، جاء قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 12.91%، بينما حل قطاع خدمات مالية رابعا بنسبة 12.56%. وبالنسبة لفئة المتعاملين داخل السوق، المستثمرين المصريين اتجهوا نحو البيع واستحوذوا على من نسبته 75.56% من اجمالي التعاملات، كما اتجه الاجانب ايضا نحو البيع وحصلوا على من نسبته 15.62% من التعاملات، بينما العرب اتجهوا نحو الشراء واستحوذوا على من نسبته 8.82%. ياتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرين الافراد نحو البيع واستحوذوا على من نسبته 52.58% من التعاملات، في حين مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على ما نسبته 47.41% من التعاملات. إذا تكلمنا عن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم العامة للاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.94%، تلا سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.25%، ثم سهم وادي كومومبو للاستصلاح الأراضي بنحو 8.58%، ثم سهم أطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي بنسبة 7.8%. وبالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 6.67%، ثم سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 6.51%، تلا سهم غاز مصر بنسبة 6.5%، ثم سهم مصر بني سويف للإسمنت بنسبة 4.5%. هذا وقد استرد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.4 مليار جنيه من خسائره، ليصل إلى 394.6 مليار بعد تداولات بلغت 620 مليون جنيه. واسمحوا لي ان انا ارحب بالاستاذ وائل النحاس خبير اسواق المال. استاذ وائل تحياتي لحضرتك. اهلا بك استاذ حسام واهلا بجمهور الكريم. طيب استاذ وائل، اسمح لنا نطلع للتقرير السريع لتحليل البورصه اليومي ونبدا نرجع نحلل اداء المؤشرات. التباين كان السمة الأبرز لمؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء. مؤشر البورصة المصرية الرئيسي جيك 30 عاود ارتفاعاته مدعوما بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأفراد العرب. شرائح عديدة من الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والاتصالات والبنوك، بينما تواصلت عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة استرد نحو 4.4 مليار جنيه من خسائره، ليصل إلى 394.6 مليار جنيه، وبلغت التداولات قرابة 620 مليون جنيه. مؤشر السوق الرئيسي جيك 30 ارتفع بنسبة 1.73%، متجاوزا مستوى 6000 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 9%، وهبط مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 55% من قيمته،
وجرى التداول على أسهم 156 شركة ليرتفع سهم 95 شركة، تراجع 31 سهما بينما استقر 30 سهما عند مستوياتهم السابقة. مشاهدينا الكرام، ده كان تقريرنا اليومي عن أداء أسواق المال المصرية، واسمحوا لي أرحب مرة جديدة بالدكتور وائل نحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال. دكتور وائل تحياتي. تحياتي ليك يا فندم وتحياتي للسادة المشاهدين. طيب دكتور وائل، النهاردة يعني استمرار لعملية الصعود، 30 طالع 20 طالع 70 هابط و100 هابط، رأيك طيب في أداء السوق النهاردة؟ احنا بنقول ان السوق المصري بالفعل تقريبا في الساعة الاولانية من جلسة اليوم النهاردة نجح ان هو يعكس اتجاه جميع البورصات العربية والخليجية والعالمية. شايفين اللون الاحمر كان مسيطر على جميع الاسواق العالمية بالكامل والخليجية والعربية عدا بورصة دبي، ولكن السوق المصري نجح ان هو حاول يعكس المنظومة ده او الاتجاه ده، قدرنا ان احنا نعظم المكاسب بتاعتنا زي ما احنا شفناها لغاية نهاية الجلسة. وصلنا لقرابه حوالي 1.73% بالنسبة للاي جي اكس 30 عشان يوصل لمنطقة 6008. المنطقة دي كانت بالنسبة لنا صعبة جدا. الشيء المحير برضو حاجة واحدة بس، ان احنا دلوقتي السوق فقد اتجاهه. فيما معنى ايه؟ احنا في اتجاه عرضي ما بين منطقة 5800 حتى منطقة 6100-6150. المنطقة اللي احنا بنتكلم عليها دي تملي بيجي يفاجئنا ان المستثمرين العرب اول ما بنيجي نعدي 6000 بنيجي نلاقي القوة بيعية عنيفة جدا وتكسر المؤشر وتبتدي تهبط لمرحلة ما دون 5900. النهارده لقينا العكس، لقينا القوة الشرائية جاية من العرب والأجانب والمصريين هم اللي بايعين. فهل النهارده العرب هينجحوا ان هم يقدروا يكملوا فوق منطقة 6100-6150 ولا لا؟ ولا هيعود مرة أخرى عملية جني الأرباح في الغد، وبالأخص زي ما احنا شايفين اللون الأحمر الدامي في البورصات الأمريكية والبورصات العالمية في نهاية الجلسة حتى الآن؟ اعتقد ان المشكله الرئيسيه اللي موجوده عندنا النهارده هي تعادل القوه البيعيه مع القوه الشرائيه. صحيح، هو ده اللي مسيطر على السوق النهارده. ما شايفين نسبه الدال ده يعني حاجه 40 ل 51 تقريبا، يعني الاثنين متساويين تقريبا بالفعل. ظاهر قوي في جميع الجلسات اللي فاتت كلها ان في تعادل ما بين القوتين، عشان كده السوق عمال يترنح ما بين. فاحنا بنتكلم النهارده القوه الشرائيه لو ظهرت الايام اللي جايه نقدر نجتاز بيها منطقه 6150 هننجح لمنطقه 6800. ولكن لازم نحط في اعتبارنا حاجه مهمه جدا، ان الفتره اللي احنا فيها دي الاتجاه العام للمؤشر المصري نفسه اي جي اكس 30 اتجاه عام هابط طول ما انا تحت 7700 على المدى المتوسط والمدى القصير، طول ما انا تحت 6200. يبقى انا النهارده بتكلم على الاتجاه العرضي اللي انا فيه ده، يبقى لازم كمستثمر ابقى واخد كافه الاجراءات الاحترازيه بتاعتي. ماليش دعوه بقى بالاجراءات الاحترازيه بتاعت البورصه، لازم ما يبقاش عندي هامش، ما يبقاش عندي كريدت، ما يبقاش في بوزيشن، كل العوامل دي كلها وانا في قلب المنطقه دي. لو اجتزت منطقه 6130 او 6150 بسهوله ابتدي ممكن اطمن وابتدي اخد جزء كريدت او هامش او ارجع جزء من الكاش بتاعي اللي انا خرجته بره ادخله تاني السوق. انما احنا في المنطقه دي لازم نبقى حذرين جدا، عشان زي ما قلنا المنطقه دي منطقه عرضيه، القوه البيعيه والقوه الشرائيه متساويه ما بينهم وبين بعضها، فبالتالي ما اقدرش احكم على السوق هل اتجاه عام صاعد ام اتجاه عام هابط، هل هو سوق تجميعي ام هو سوق تصريفي، حتى لما نقدرش نحكم في المنطقه دي. فعشان كده بطلب من جميع المصريين تواخي الحذر داخل هذه المنطقه دي حتى نجتاز هذه المنطقه او حتى نهبط للمنطقه الاخرى. طيب لو اتكلمنا على الاي جي اكس 70 اللي احنا بنتكلم عليه، اسهم مضربات في العام كده او اسهم المتوسطه والصغيره، دايما دي اسهم الافراد واسهم المصريين ودايما بيبقى فيها مضاربات سريعه، كنا شايفينها منتعشه الفتره اللي فاتت، بس يعني هبوطها النهارده ده ليه معنى؟ هل هو معنى مثلا تصحيح اوضاع ان احنا بنجمع فلوس؟ يعني تحليل هو انا عندي السبعيني ده منطقه الدعم بتاعته الرئيسيه، عندي منطقه 340-345، ده منطقه دعم قويه جدا ورئيسيه في المنطقه دي. تمام، والمقاومه بتاعته موجوده ما بين 365 لمنطقه 375. انا في اعتقادي الشخصي ان المؤشر السبعيني استجاب لما حدث من هبوط في السابق، تمام، نتيجه الاسواق العالميه او الخليجيه او العربيه او ما شابه ذلك. هو بالفعل عبر عن الاتجاه الحقيقي لحركه السوق المصري اللي هو عشاق الافراد، عشان كده لقينا المصريين النهارده بايعين داخل. صحيح، ولكن العكس اللي حصل في ال 30 بعد الساعه الاولانيه، لا السوق المؤشر عكس اتجاهه والقوه الشرائيه رجعت تاني وابتدى بعد ما كان فيه هبوط لا في طلوع تاني وابتدت عمليه بقى مغريه، الناس اللي خرجت رجعت تخش ولقينا الارتفاعات اللي فوق 6000 دي. عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول خلي بالنا من حاجه واحده بس، ولازم نبقى واعيين في المنطقه دي. في قرار امبارح طلع، القرار ده لازم اعاده دراسته ولازم الجهات الرقابيه تتدخل في القرار ده. من حوالي تقريبا 4 شهور في احد رجال الاعمال استحوذ على شركه كبيره جدا، بنك استثماري داخل البورصه، والشركه دي بالفعل تبعها بعد كده استحواذات على بنوك استثماريه اخرى من نفس هذا الرجل. ده شيء رائع جدا ان رجال الاعمال المصريين يرجعوا تاني للسوق بتاعنا وهم عمدان بالفعل رئيسيه داخل السوق. ولكن لما اجي اتفاجئ ان امبارح تتم تمرير كده موافقه معرفش اتمرت ازاي ان هبتدي اعمل تبادل مزدوج ما بيني وما بين بورصه دبي،
مره واحده القرار يطلع ومره واحده يقول لك لا ده انا هعمل ربط ما بين مصر المقاصه هنا ما بين ده اللي بتاع الدوله الاخرى الشقيقه الصديقه بتاعتنا. طب النهارده شركتين المدرجتين داخل سوق دبي ده، ما هي دي شركه بتاعه الراجل اللي استحوذ عليها والشركه الثانيه بتاعه اخوه، يبقى انا النهارده بسهل السوق لايه؟ دي علامه استفهام، لازم الجهات تتدخل في الموقف ده. تمام، عشان اذا كان ده لصالح مصر اهلا وسهلا. الغريب الثاني بيجي يقول لك اي حد يقدر يخش يشتغل على بورصه دبي من هنا وبالجنيه المصري. طب انا النهارده بالجنيه المصري انا راجل نيتي زي الفل حلوه جدا، طب اضمن منين النهارده ان مفيش اموال تم التحفظ عليها الفتره اللي فاتت ولسه ليها اموال ثانيه تقدر تخرج من مصر عن طريق بورصه دبي بالطريقه دي، او حتى بورصه دبي تبقى دوله ترانزيت للاموال وتروح من دبي على الدول الخارجيه او حتى على امريكا او شبه ذلك. عشان كده لازم الجهات الرقابيه النهارده تتدخل. انا مش طالب هيئه الرقابه، لا انا طالب جهات اعلى من هيئه الرقابه، هيئه الرقابه الاداريه تتدخل، جهات الامنيه تتدخل، لان ده النهارده بيتم التمرير غير الجي تي ار عن طريق البنك المركزي، ده بيتم من خلال شركه مصر المقاصه، فبالتالي ما فيش رقابه من خلال البنك المركزي على الاموال دي تحركا سواء دخول او خروج. صح، ولا اسامي اصحاب الاموال دي. يجي النهارده ينزل يقول لك طبقا للقواعد المدرجه بكل دوله، ده رائع جدا. طب انا اجيب لي 30 40 واحد من بره اماراتيين ليهم جنسيه اخرى الله اعلم ايه، واخد بالك، ويخشوا من هناك على اساس ان دول مثل مستثمرين ويستحوذوا لي على اي شركه ويقلبوا لي اي كيان في اي حاجه في البورصه. يعني الموضوع ما يتاخدش بسهوله وفرحه وزمر والكلام ده كله، وبالاخص ان انا عندي حتى اللي كان بيأثر على السوق بالسلب الفتره اللي فاتت مش عارفين حتى اتجاهه ايه، مره طالع مره نازل وعمال بيبيع بخسائر، واخد بالك، وبرده بنطالب بالتحقيق برده للصندوق ده واتجاهته عامله ايه، برده صندوق اماراتي. فاحنا بنتكلم النهارده الصفقه اللي تم دي مع صندوق الاماراتي ده النهارده الغرض عامله ازاي؟ كنا بنعاني قبل كده من احدى الدول الاخرى، هل النهارده السوق المصري اصبح سوق منافس للامارات عشان كده المستثمرين الاماراتيين يجي لمصر، ولا السوق الاماراتي النهارده يقدر يجتذب اموال وتخرج من مصر وتروح للامارات؟ هنا لغز لازم الكل يفسره يبقى عامل ازاي. دي نقطه مهمه انت حطيتها عليها، واتمنى ان الرساله على عمله صعبه، بنتكلم على عمله صعبه، ده قال لك بالجنيه، هل الجنيه المصري بقى قوي للدرجات ان انا بشتري بيه شركات بره؟ فعايزين نفهم ايه الغرض وايه المضمون وليه في التوقيت الزمني ده بالاخص، وليه الشركات اللي تم الاستحواذ عليها وهي تحت ايديها عدد كبير جدا من الصناديق بتديرها. يعني انا بتكلم عن النهارده احتكار حصه سوقيه، النهارده احتكار حصه سوقيه دي يعني اقدر اطلع السوق زي ما انا عايز، انزل السوق زي ما انا عايز، وطبقا كله لتحليل فني وتحليل مالي وطبقا للقواعد والقوانين واللوائح. وانا كنت سالت مره قبل كده كذا حد على فكرة ان اسعار اسهم المصرية بقت مش عايزين نقول في الارض، هي بقت تحت، خلاص بقت تحت الارض بالذات. تمام. الشركات اللي ذات اصول مصرية 100% يعني. فاحنا لو بنتكلم الوقت على شراء واستحواذ اجانب واستحواذ غير المصريين عليها وتحويلها لشركات اخرى، انت كده بتبيع الاقتصاد بتاعك، بتبيع شركاتك، رأيك ايه؟ بالفعل في شركات وشركات، يعني في شركات ما تستاهلش حتى السعر اللي على الشاشه، المفروض انها تبقى اقل من كده بكتير. تمام. وفي شركات بتقل من سعرها بكتير كتير كتير، يعني فاهمني ازاي؟ فهي شركات وحاجات حكوميه، حاجات حكوميه وحاجات مش حكوميه، حاجات قطاع خاص. ولكن اللي احنا عايزين نتكلم عليه حاجه واحده بس، النهارده زيت رؤوس الاموال اللي حصلت السنه اللي فاتت كلها اللي هي 19 مليار جنيه كلها، هل النهارده دعمت الشركات وزودت من القيمه السوقيه بتاعتها؟ لا، دي كلها انخفضت لاقل وأقل وأقل، بالعكس عملت حاله رعب من التداول، من التداول، وعملت حاله رعب فكره الطروحات بعد كده، وده اللي هتقابل الشركات الحكوميه لما تيجي تطرح، هيبقى في تخوف من الاطروحات. حضرتك حطيت صباعك بقى على الحاجه اللي لازم يفهموها كويس. لما جينا اتكلمنا النهارده يا جماعه السوق ممكن تبقى باب للتمويل، مش كل وقت السوق يبقى باب للتمويل. صحيح، تمام. في وقت من الاوقات لو ما فيش معدل ادخار عندي عالي بره يبقى انا هسحب منين؟ اذا ما فيش ادخار اسحب من السيوله اللي شغاله جوه السوق، وده اللي يعمل مشكله. طب تخيل احنا لو نزلنا الشركات الحكوميه اللي بيتكلموا عليها او احد البنوك الحكوميه، البنوك الحكوميه دي اللي لو نزلت هتقابلنا مشكله عالميه بره كبيره جدا. ليه؟ انا طرحت النهارده شهادات استثمار، خدت مليارات، لما هاجي النهارده بعد الطرح ده كله واجي اطرح شركات عشان ازود راس المال، يبقى انا عندي النهارده في مشكله داخل القطاع المصرفي. لازم يا جماعه تفهموا انتم بصراحه تصريحات كويس جدا، لسبب انا داخل على بازل 3 في 2017، موقفك ايه النهارده قبل نهايه السنه دي؟ انت خدت شهادات قد كده ب 12.5 فايده و 12.75 ومش عارف ايه، طب الفلوس دي هتشغلها في ايه؟ طب النهارده الفلوس دي اخبارها ايه جوه ملاءتك كبنك وكقطاع مصرفي؟ هل هي تكلفه عاليه؟ هل هي مش تكلفه؟ هل هو اهدار مش اهدار؟ طب موقف السندات الوزارات الحكوميه اللي انت شاريها موقفها ايه؟ كل ده لازم قبل ما اصرح اقول ده انا هطرح البنوك المصريه داخل البورصه المصريه، لازم ارجع الاول فلاش باك واشوف هل النهارده موقف ملاءه البنوك طبقا بعد طرح الشهادات كويس ولا لا، طبقا لادوات التمويل كويس ولا لا، وبعد كده اقول هطرح ولا مش هطرح، لان بازل 3 خلاص على الطريق. بازل 3 بتقول لي النهارده
لما هتطرح وزود راس مال، انت كحكومه لو تقدر وعندك الملاءه كويسه هطرح ليه وازود ليه وادخل حد عليا ليه؟ صحيح. لو انت عايز تطرح بضاعه جيده جدا، وده اللي احنا قلناه، تطرح المشروعات المستقبليه مش تطرح المشروعات الحاليه. عندي مثلا مشروعات مثلا زي المليون ونص في الدين على سبيل المثال، ولا لسه الحصري يعني، واخبارك اعمله شركه وابتدي اطرح وتبقى مساهمات وتطرح الشركه دي في البورصه. عندي النهارده مشروعات اخرى عملاقه قوميه اقدر اعملها كده. شركه المليون ونص فدان اتعملت النهارده، فعشان كده احنا لو شايفين الحاصلات الزراعيه كله طالع، هو مع ان هو غير مرتبط، ما فيهوش اي نوع من انواع الارتباط. تمام. ودي حاجه ودي حاجه، تخين 8 مليار عشان اصلاح المليون ونص فدان. والشركات دي على فكره شركات تقدر تشتغل القطاع ده كله ب 250 مليون جنيه بس، يعني احنا بنتكلم على ربع مليار جنيه تقدر تحيي القطاع ده بالكامل. تمام. ونشوف منه انجازات وايرادات هايله. انما مع الاسف احنا اهملنا في القطاع ده كبير جدا. الشركات النهارده اصبحت تتصرف بجزء من اصولها عشان تجيب المرتبات بتاعتها، واهملنا وعندها اراضي كبيره جدا وعندها جزء كبير جدا تقدر تصلحه، وعندها اللي احنا بنتكلم عليه بقى الخبره الكبيره. الناس دي عندها بقالها بالعشرين وثلاثين سنه خبرات متراكمه نقدر نستفيد منها عن طريق مليون ونص فدان. عشان كده انا اتمنى وضع القرار في تاسيس الشركه بتاعت الاصلاح مليون ونص فدان ان هو يحاول يتعاون مع الشركات دي ويكون في تبادل فكر وتبادل راي. الناس دي عندها خبرات كويسه جدا نقدر نستفيد بيها، او على الاقل تقدر تفيدها بالربع مليار جنيه وتقدر تعمل انتعاشه في القطاعين، ما هو قادم اللي هو المليون ونص فدان الجديد، وما هو سابق في القطاع الاراضي المطروحه القديمه وما تمتلكه من هذه الشركه. تبادل منفعه بالفعل. اتمنى ان وضع قرار يتخذ المنكب ده. طيب لو انتقلنا، كان في مجموعه من القرارات خاصه القرارات الجمركيه حصل عليها نوع من الديبيت، الناس بتقول ان دي قرارات جيده علشان هتحمي المنتجات المصريه. تمام. وناس قالت لك لا انتوا كده بتغلوا الحاجه، واساسا القرارات اللي نازله ديت نازله على حاجات اوريدي ملهاش بدائل مصريه. رايك في الموضوع بالذات ان هي نازله على حاجات فعلا هي فيها جزء كبير رفاهيه؟ بص هقول لحضرتك، القرار ده سليم جدا بس كان من سنتين. لما كان عندي جزء من احتياطي كويس جدا، عندي انتاج داخلي او محلي كويس جدا، مصانع ما توقفتش، عندي قطع غير ليها. تمام. عندي اقدر اسد العجز اللي هيحصل نتيجه عدم الاستيراد. هنا وضع القيود دي، هل لاغراء السوق عشان انا عندي بالفعل اسعار جايه من بره بتنافس المنتج المصري، ولا هل هي بالفعل عندي عجز في الانتاج المصري فانا بستورد، او عايزين حصيله جديده نحطها في الوعاء الضريبي؟ هو ده اللي هم عملوه. هم عملوا ايه؟ قال لك احنا عايزين نحافظ على احتياطي النادي بتاعنا نوقف. طب هل النهارده اوقف والراجل اللي عندي بينتج مثلا بنسبه 20 30% من حجم السوق؟ طب ال 70% هتغطوا منين؟ يبقى صحيح. انا كده بعمل عمليه مضاربه على الاسعار الموجوده، او سلع احتكاريه وترتفع اسعارها 20 30% على الاسعار الحاليه. طب هل النهارده لما انا قلت والله ده الاساس كله هيقف، طب ده عشان انجح مين؟ مثلا الحاجه بتاعت دمياط، طب النهارده اقل اوضه النهارده بتاع الاطفال في دمياط بكام؟ 3000 4000 جنيه؟ لا. طب ده انا كنت النهارده 10000 جنيه اقل اوضه. انا مثلا 3000 4000 جنيه اوضه بسيطه لانسان بسيط، انما انا النهارده بتكلم على كان ممكن اسره تتجوز او ولد وبنت يتجوزوا باوضه نوم ب 2000 جنيه صيني، واخد بالك، او 3000 جنيه اوضه صيني وسفره مش عارف ب 2000 جنيه، يبقى النهارده بساعد على المعيشه. طب هل النهارده على صناعه البديل؟ قبل ما اخد اي قرار، وده لازم الكل يعرفه، لازم يكون البديل موجود. البدائل موجوده، هتسيب الدنيا مفتوحه كده واسيبها للمضاربات، واي حد عايز يشتري اي حاجه يشتري، واي حد يعني عايز. انت رايك ان القرار ده هيزود في الاسعار وهيزود في التضخم اللي موجود واحد في بس. اعتقد القرار ده هيترتب عليه مشاكل تانية لو انا صممت كمان على قانون الخدمه المدنيه. لسبب لو انا عشمان ان انا اخفض 20 مليار دولار من الميزان التجاري بتاعي نتيجه ان انا بحط القيود الجمركيه دي، وعايز اخفض كمان من نتيجه النظام الخدمه المدنيه 20 مليار جنيه من الموازنه بتاعتي او من الحصه بتاعت المرتبات، يبقى انا النهارده برفع الاسعار مره وبخفض المرتبات مره، يبقى حد يحل لي المعادله دي. عشان كده بتكلم احنا بنتحط تحت التملي كل مره الضغط من صندوق النقد الدولي او البنك الدولي. ليه؟ ما انا عندي البدايل. بالعكس النهارده انا لو قننت موضوع الاستيراد صح، اذا ما انا ما عنديش النهارده تصنيع داخلي وقدرت فتره زمنيه سنتين ثلاثه توفيق اوضاع، وفي نفس التوقيت الزمني ده فتح الاستيراد بقوه سليمه جدا وبورق سليم ودنيا معتمده. وعلى فكره عايز اقول لحضرتك كواليتي جوده عاليه. القصه مش قصه الدولار عشان كل واحد عمال يكلمك اصل الندر. لا، دولار ما هو موجود في السوق السوداء والتجار كلهم بيجيبوه من السوق السوداء. المشكله عدم توفره في البنك المركزي. فهو لما جه قال لك هنفتح 250 ماشي، ما في ناس بتستورد من بره. يبقى انت النهارده تقدر تعمل قواعد بقى بروتوكوليه ما بينك بين دول تانية. يبقى عندك مكاتب اقليميه مثلا في السعوديه الجنيه ده بيتعامل هناك، يبقى تستورد من خلال السعوديه بالجنيه المصري، ومن خلال السعوديه تستورد منها بالريال السعودي او الدولار الاجنبي وتقدر تصدر تاني. دوله عندها الاحتياطي بتاعها تقريبا عن حوالي 800 مليار دولار.
تمام، بنتكلم في ارقام فلكيه بالنسبه لنا او حلم عالمي لو احنا حبينا نشوفه. فبالتالي اقدر استفيد النهارده بعلاقاتي بالدول دي كلها، واقدر اشغل جناحات الاستثمار وجناحات الفكر بتاعي وابتدي استثمر. الفكر خارج الصندوق، هي الفكره كلها فكر خارج الصندوق. طيب سريعا توقعاتك لبكره البورصه المصريه. اعتقد السوق بالفعل في عمليه نقدر نقول عليها اختبار لمنطقه 6100 6130، لو اخترقناها ممكن نكمل وصول، لو ما اخترقناش اعتقد ان احنا هنكمل هبوط حتى منطقه 5800. دكتور وائل نحاس المستشار الاقتصادي وخبير اسواق المال، بشكرك على وجودك معنا. تحياتي ليك يا فندم. مشاهدينا الكرام، دائما الشكر موصول لحضراتكم. مؤشر النيل دائما ويوميا معكم ومع عمل البورصه المصريه لتحليل اكثر دقه. تابعونا.